الحمد لله رب العالمين. يا إخوتي، هذه هي السويد، ونحن نحب السويد، ونحن نعيش في السويد، ونحن نفتخر بحضارة السويد، ونريد أن تكون الدنيا كلها بنفس حضارة السويد ومدنية السويد والتقنية الموجودة بالسويد والثقافة الموجودة في السويد، من ناحية احترام الرأي واحترام الناس والاستماع والأخذ والعطاء مع الناس. المقال الذي نشر اليوم في تلك الصحيفة، أنا دائما تعرفونني أني أحب الابتعاد عن الأمور السلبية، ولا أحب الاقتراب عليها من باب أن السكوت عنها يؤدي إلى ضعفها، وأن التكلم عليها يؤدي إلى نشرها ويؤدي إلى المزيد منها. ولذلك فأني أبتعد، أقرأ المقالات التي تسيء ولكني أبتعد عن نشرها. ولكن بلغ السيل الزبة، وأصبحت وصلت الأمر للحيتنا، فما عاد فينا نسكت، يعني لأن المقالات هذه ليس المقصود منها هو الحوار وهو تبادل الخبرات، إنما المقصود منها الإساءة ونشر الكراهية ونشر ثقافة عدم احترام الآخر. نعم، هذا المقال الذي نشرته تلك التي كتبت اسمها، قالت فيه أن دائما نحن نوجه النقد مثلا لهذه الحركات التي نعتبرها متطرفة، أو التي هي عندما تسأل مسلم عنها يقول لك هذه لا تمثل الإسلام، مثلا الحركة الفلانية لا تمثل الإسلام، والحركة الفلانية تمثل الإسلام، السنة يقول الشيعة لا يمثلون الإسلام، والشيعة يقول السنة لا يمثلون الإسلام. أنا أقول لكم ما تقول. قالت عوضا عن لا أن نقول هذا الكلام، أين هو الإسلام؟ معناته المشكلة ليست في هذه الجماعات، المشكلة في الإسلام نفسه وفي النصوص الموجودة في الإسلام، والمشكلة في الوحي هذا وفي الكتب التي تستمد منها، يعني مصادر الشرع اللي هي القرآن والسنة، هناك المشكلة إذن. والمشكلة في محمد بذاته، لأنه لا يصلح أن يكون مثالا إيجابيا. هكذا قالت تلك المرأة. هذا الكلام لا يؤدي إلى أي فائدة، لأنه منطلق من الأساس، من مبدأ الكراهية. أنت تريد أن تحاور المسلمين، يجب عليك أن تظهر أنك لا تكرههم. أنت تريد أن تناقش وتحاور، تعال حاور، مرحبا بك، نناقشك بالأفكار ونرحب بك، ولكن لا تبدأ مباشرة من ناحية الكراهية وأنك أنت رافض للإسلام ككل. كيف تستطيع أن تناقش إنسان عندما تقول له أنا رافضك كما أنت، كل ما عندك أنا رافضه؟ لا تستطيع أن تناقشه، إنما يجب عليك أن تدخل معه في حوار، تقول له تفتح يده هكذا، يدك هكذا، أنا يدي ليس فيها، أنا لا أريد أن أطعنك، أنا أريد أن أتحدث معك، أسلم عليك وأحاورك، مرحبا بك حينها، نحن نريد هذا الحوار. يعني قول الحق على المسلمين، طيب الحق على المسلمين، طيب شو الحل اللي احنا هلا موجودين بهي البلد هي؟ بلشت هاي الأشياء تؤدي إلى مشاكل وإلى يعني تحريض على المسلمين وإلى الإساءة إليهم والإساءة للمحكمين.